الإخوان في الاستخبارات العسكرية، إخواننا في المخابرات. احنا في ظل الظروف السابقة خاصة في موضوع الكورونا اللي احنا استدعى ان يكون عندنا حالة طوارئ، حتى يعني الكثير من ما خدموا هذه المحافظة لم نقم بواجبهم من حيث التكريم، لكن يعني في الفترة الأخيرة بعد هذه النتائج اللي بالفحوصات اعطتنا فرصة وفسحة لنقوم بواجبنا تجاه هذا الرجل الذي خدم المحافظة والذي قدم الكثير في هذه المحافظة مدة 3 سنوات ونصف، كانت يعني زاخرة بالفعل وبالنشاط وبتحقيق الإنجازات، وخاصة فيما يتعلق في تكريس الحق الدائم والأبدي للمجالس البلدية والقروية في اتباع الصلاحيات واتخاذ التدابير اللازمة في بحدود صلاحياتها، اللي بنشكره انه كان يعني واجبه عظيم، وايضا واصل الليل بالنهار في فترة الكورونا احنا بنشكره كجزء كان من لجنة الطوارئ هو والمجالس البلدية في هذه المحافظة، ونتمنى التوفيق لأخونا الجديد من حيث انتهى أخونا إياد أن يستمر أخونا راغب أبو دياك إن شاء الله في مهمته في الحكم المحلي. بداية أنا تشرفت حقيقة أني اشتغلت في محافظة طول كرم اللي هي أنا أنتمي إلى هذه المحافظة ابن طول كرم، وحقيقة هذا اليوم كان بمثابة يوم يعني كبير وعظيم بالنسبة إلي، اللي أنا يعني وصلت سنة 60 ويوم التقاعد ولقيت من الكم من الناس رؤساء المجالس والمؤسسات وعطوفة المحافظ على رأسهم، وكمان في نائب محافظ طول جنين اللي وصلوا لي رسالة اللي عن أدائي وشغلي، وهذا يوم كان إلي يوم بما معناه أنا بعتبره هو حصيلة عمل اشتغلت فيها. أنا بتمنى للمدير الجديد وبتمنى لكل المؤسسات والمدراء وكل المواطنين إنهم بالتوفيق، وأنا سأكون جندي في هذا الوطن سواء في طول كرم ولا في أي مكان. إحنا يعني تعودنا على العمل العام، وإحنا سندخل في معترك كمان آخر في العمل الاجتماعي وغيره، وبتمنى للجميع كل محبة وإخلاص. وأنا يعني صحيح بجوز تركت العمل الوظيفي، لكن أنا هلأ أصبحت في عمل التطوعي والعمل العام، وهذا جزء من مهمتنا للوصول لدولتنا وعاصمة القدس الشريف إن شاء الله. بتمنى لكم التوفيق لكم جميعا. جينا من جنين لأنه الأخ إياد خدم في محافظة جنين 7 سنوات كمدير عام للحكم المحلي، كان كل القاسي والداني يشهد بأدائه وحسن خلقه وحسن تعامله مع الناس. اليوم احنا اثرنا انه بده يسلم كمان مكانه اخونا راغب ابو دياك. احنا حضرنا حتى نقدر هاي الشخصيه المحترمه، واحنا بنعرف انه قام بواجبه خلال سنوات عمره في الحكم المحلي خادم لكل الناس. كان يعني اسلوبه مع الناس ومع المراجعين تسهيل وميسر لكل المواطنين. يعني احنا اياد باعتبار بالنسبه لنا نموذج لكل الموظف الخلوق. والشغله الثانيه المهمه اللي كانت تميز اياد، ما كان ينتهي عمله الساعه 3 العصر بعد ما يسكر مكتبه، كان عمله متواصل على مدار 24 ساعه لخدمه الناس. واليوم جينا برضه بنبارك لاهلنا في محافظه طول كرم انه استلم الاخ راغب وديك مدير عام للحكم المحلي، واحنا بنعرف راغب لا يقل اهميه ولا وطنيا ولا اداء ولا مهنيا عن الاخ اياد، وانتم محظوظين براغب، وربنا يوفق اخونا اياد في حياته الجديده بين اسرته وبين اهله.